بعض الأفكار ممكن ما يكون فيها أسئلة. متى بدأ مشروع التجنيس؟ أول عمليات رصد مشروع التجنيس في الثمانينات، تم إعطاء عدد من المجنسين الجدد جوازات بحرينية كتب فيها مواليد حوار، كان ضمن الصراع البحريني القطري على موضوع حوار. في التسعينات تم رصد عملية يعني استلام عدد من المجنسين إلى وحدات سكنية في مدينة حمد على حساب مواطنين كان المفروض دفعتهم تكون في سنة 93. في أيام الانتفاضة التسعينات أكثر من مصدر أن في مجموعة من ضباط الأمن في البحرين معروفين، أساميهم معروفين الآن مش موجودين في الأمن، ولكن بزعامة أحدهم كانوا ينقلون حقائب فيها جوازات بحرينية إلى مواطنين سعوديين من أجل عمليات التجنيس في التسعينات. اللورد أف باري سأل عن هذا الموضوع، ففي إجابات من الحكومة البريطانية أن في تقديرات أن عدد من الآلاف تم تجنيسهم في التسعينات. فالمشروع التجنيس يعود إلى بداية الثمانينات بس كان بأعداد محدودة، ازداد في التسعينات وفي الألفين بعد الألفين. من يقف خلف مشروع التجنيس؟ طبعا مشروع التجنيس هذا هو غير أن أنت يكون عندك حق إلى الحصول على الجنسية البحرينية نتيجة للإقامة وتروح تتقدم إلى الوزارة، لا، في غرفة خاصة في الديوان الملكي هي التي تتابع عملية التجنيس من الثمانينات، يعني من ذيك الأيام إلى الآن ما يتم، كان في الديوان الأميري الآن في الديوان الملكي. وعلى أساس مشروع البندر أيضا انطلق من نفس المكان، مشروع البندر أوسع من التجنيس بس أيضا انطلق من نفس المكان ونفس المجموعة تقريبا. فكرة ثانية هي نوع من الرد، بس هي شو اسمه، مع شديد الأسف البحرين طاردة في عقودها الأخيرة، طاردة إلى أبنائها ومستجلبة إلى مواطنين آخرين. لذا من يعني من أصول بحرينية يتواجدون الآن في دول المنطقة عددهم مئات الآلاف سنة وشيعة، بس يغلب عليهم بالنسبة إذا جينا للتقسيم يغلب عليهم مئات الآلاف، يعرفون بالبحارنة، مو لأنهم بحارنة يعني شيعة، لا، يعرفون بالبحارنة لأنهم من البحرين من هاي الجزيرة، موجودين في كل دول الخليج، موجودين في كل دول الإقليم بدون استثناء، طرد، عملية طرد. الآن هذه الثورة الأخيرة أيضا دفعت بعدد آخر من أبناء البحرين إلى الهجرة وإلى أن يكونوا يعيشون برا البحرين. الفكرة الرئيسية أو فكرة بعد، هل يحقق التجنيس الهدف من وراء؟ طبعا مشروع التجنيس هو مشروع تدميري ومضر بالنسبة إلى الاقتصاد، بالنسبة للمواطنين البحرينيين بغض النظر عن طوائفهم، كلهم كلهم مضر لهم، بس الفكرة من وراء هو الأمن، يعني أن نجيب أناس تدافع عن النظام بصيغة الحالية، تدافع عن النظام بصيغة الحالية، وهذه صيغة متبعة سابقا ولكن من غير فكرة التجنيس. هذه الصيغة السجلاب المرتزقة سياسة قديمة، ومع شديد الأسف أنا أقول إذا دارت الخيار بين مسألة أنه المرتزقة أو المجنسين اختاروا المرتزقة، يجون يعملون فترة ضرب الناس وقمع الناس وبعدين يروحون بلدانهم، يعني أفضل من التجنيس، لأن التجنيس يلقي بمشاكل حتى على المؤسسة التي تحكم من مشاكل الاقتصادية والسكن، وتلقي بمشاكل على بعدين على أنت كمؤسسة تكون مسؤول أمام إفرازات هذا الموضوع. لذا في المرحلة القريبة الآن في هذه السنوات، في السنوات القليلة القادمة، يمكن أن يشكل التجنيس حماية ويوفر قوات أمنية تعطيها مزيد من الإغراءات بالجنسية البحرينية من أجل قمع تطلع المواطنين، لكن على المدى المتوسط ينقلب الموضوع، على المدى البعيد ينتهي، ما فيه إلى أي آثار. هذا راح يزيد التجنيس، أنا في تقديري لن يوقف تغير طبيعة النظام السياسي الموجود، النظام السياسي لن يستطيع أن يحافظ على نفسه بهذه الطريقة، إلا هو الحكم المفرد إلى قبيلة، لن يمكن المحافظة عليه عن طريق التجنيس. هذا التجنيس في العقد الأول أو في الفترة الأولى يخدم هذا الاتجاه، بس بعدين يتم التحول إلى أن المواطن يريد أن يأمن على نفسه وعلى مستقبل أبنائه، سواء كان مجنس أو كان يعني أصيل في البحرين أو أي شيء من الكلام.
فكرة هل بالإمكان حل هذه المشكلة؟ في إمكانية إلى حل هذه المشكلة عندما نصل طبعا إلى توافق سياسي، أن يكون في معالجات إنسانية إلى موضوع المجنسين، وعندنا الإمكانيات الاقتصادية بدل أن نصرف على المجنسين هنا ممكن نحول بعض هذه الإمكانيات إلى توفير بيئة يعني لهم في وطنهم. في تفاصيل للموضوع، ولكن بالإمكان تسوية إنسانية ما تؤدي إلى وجود يعني إجراءات سيئة. يعني ما نسوي مثل اللي صار في العراق على سبيل المثال، المصريين إجوا في فترة الحرب العراقية الإيرانية، بعد الحرب العراقية الإيران طرشوهم جثث عدد منهم، وبعدين البقية شالهم، مثل ما يطردهم ليبيا يحطهم في جسم. مو بهذه الطريقة يتم معالجة الموضوع، إنما يتم معالجة الموضوع بطريقة إنسانية للمجنسين غير القانونيين. المجنسين القانونيين اللي دخلوا في نسيج المجتمع نتيجة لتجنس جنوبي ما عندنا مشكلة فيهم. أعتقد بأن البحرين يعني أمام هذه المشكلة وغيرها من المشكلات أمامها خيار آخر، بدل أن تجنس، بدل أن تضخم الأمن، بدل أن تخلق الفوارق الاجتماعية، بدل أن تخلق الصراع الطائفي، أن تذهب إلى خيار توافق وطني، مصالحة وطنية، صيغة سياسية تكون مقبولة من غالبية أبناء البحرين، تؤمن حياتهم الكريمة كبحرينيين، وبالتالي نتخلص من هذه المشاكل. هذا ممكن لأهل البحرين أن يفعلوه.